15 سنه ورا مفورات. اولا انا خلصت كليه اقتصاد وعلوم سياسيه، طلعت لقيت طبعا البلد زي ما انتم شايفين حالها، مفيش شغل ومفيش وظايف ومفيش اي حاجه، حتى اللي بيتوظف عن طريق واسطه او طريق زي ما احنا عارفين عامه. فطبعا الشغلانه المتوفره هنا في البلد اللي هي المكامير اشتغلنا فيها، مع العلم ان في مهندسين ودكاتره وناس كتير قوي بيفضلوا شغالين فيها لحد ما يتخرجوا، بيكملوا تعليمهم وبيصرفوا على نفسهم منها. ودلوقتي واجهتنا مشكله كبيره برضو، ان الحكومه بصت للمكامير بنظره ان هي عايزه توقفها وتقول لك في اضرار، مع ان لو بصينا للاضرار هنلاقي ان مصانع الحديد ومصانع كتيره قوي جدا الاضرار بتاعتها اكتر من دي، لان احنا لو بصينا ان ده نبات يعني حتى اللي بيطلع منه مش بالدرجه اللي مثلا زي اي عربيه ماشيه، يعني العربيه التلوث بتاعها ان قلت لك ان هو يضر اكتر من المكموره، لان ده نبات يعني ما فيش الضرر فيه نسبه الكربون او نسبه اللي فيه مش بالنسبه زي مصنع حديد الاسمده الكلام ده كله الاسمنت الشركات الكبيره. المنطقه السكنيه اتزاحمت جت علينا بمعنى اصح، تمام. فبالنسبه ديت المكامير احنا اتولدنا واتنشأنا لقينا نفسها فيها في المكامير ديت، ما لناش اكل عيش اللي هي المكامير دي، بناكل منها عيش من ساعه ما اتولدنا على وش الدنيا كده. طبيعي دلوقتي السكان اللي جت علينا دلوقتي عايزين يمشوا المكامير ديت، طب وده بقى رزق ومفيش في ايدينا شغله اللي هي ديت، طب دلوقتي لما المكامير دي تقفل احنا نروح فين نشتغل ازاي؟ العالم اساسا اللي هي بتاع المكامير يعني ناس طيبين ونشأوا لقوا المهنه ديت زي ما هي كده، المفروض اللي هم اهل العلم مش يحاربوا ان هم يوقفوها، لا يطوروها يعملوها شغل اعلى. هم ناس متعلمين ودراسه وفي دول تانية بيتعلموا منهم ويشوفوا منهم ويدرسوها، هم يشوفوا المشكله ويحلوها بكده. المكامير ملهاش دعوه بثقب الاوزون، ده دخنه عاديه ما بتسكرش بالنسبه للمقالب الزباله او المصانع الكبيره اللي هي بتطلع غازات وبيرمي الاسماء اللي بيطلع منها ديت، العوادم اللي بتطلع منها بقلب البحر تلوث من كل بيئه وكل مشكله خطر جامد، وجايين على المكامير اللي هي مصدر اكل عيش للناس الغلابه. وزير البيئة أصدر قرار بكده إن هي تتوقف، طب بناء على إيه إن هي تتوقف؟ بناء على إيه؟ مفيش أي مشكلة ليها ولا في أي ضرر ليها، بالعكس ولا البلد محتاجاها، يعني دي لو سلع البلد محتاجاها هنقول ماشي من حقه إن هو يوقف. قال لك لا إحنا نوقف التصدير، لا نوقف التصدير، نضر الناس دي، نعمل دي كل الشكاوي أو كل اللي بيجي مش من الأهالي، مش الأهالي الناس البسطاء أو الناس العادية لأنهم كلهم بياكلوا عيش منها. ابن ده وده وده وأب وأخوه العيلة كلها تلاقيها شغالة فيها. لكن ده تلاقي مثلا واحد مستشار، واحد دكتور، واحد مرتاح، شغال في شركه كويسه، ما يهموش بقى بقيه الناس بتاكل ايه او بتشرب ايه، مع العلم ان اليومين الثلاث شهور الثلاث شهور ان المكامير بتقف فيهم مركز توخ اغلبيته سواء بقال سواء ميكانيكي سواء اي حد بيقف. في اشجار، طبيعي الاشجار ديت لو جمعنا لازم الاشجار ديت لها عمر معين 3 4 سنين، المخلفات بتاعتها لازم تتقطع وتتزرع ايه مكانها شجره جديده، تمام. فالشجره الجديده ديت بتقعد 3 4 سنين وبعد كده ايه تتشال. الخشب اللي هيطلع ده هيروح فين؟ هنحرقه كده هباء ونرميه في ويبقى تراب؟ لا، احنا بقى بنجيبه وبنشتريه وعماله بترزق وعربيات وكل الدنيا بترزق من الموضوع ده، وبنجيب الخشب هنا نعمله في المكموره، تمام، والمحل بياخد منه للكافيتريات وللشوي، تمام، وبنصدره للخارج، بيجي عمله صعبه للبلد. والله يا عضو مجلس الشعب يعني يعمل الصالح في جميع الاطراف، يرضي المتضرر والمضرور، ده اللي احنا بنطلبه من ربنا ان يرضي الناس. اللي انا شايفه كده كل واحد بيبص لمصلحته. الناس دي اول ما تقعد على الكرسي اول مشكله هيفكر فيها ده الناس هنا بتشتكي من المكامير، هنزيل المكامير، هيبقى طرفهم للمصلحه عشان خاطري تاني قاعد على الكرسي. هو في يد خفيه، صلى على النبي، هو دلوقتي مش الفحم اللي واقف، في بطاطس واقفه، في البصل واقف، وفي حاجات كتيره، وفي يد خفيه في الموضوع ومش عارف في ايه بالظبط. فربنا يسترها، احنا بنحافظ على اكل عيشنا لاخر نفس في عمرنا.